بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه موعظة في الظلام، وما أجملها أن تكون موعظة في الظلام. عبد الله بن مبارك رحمه الله انطفأ السراج عليه يوما. طبعا عبد الله بن مبارك هذا يسمى بأمير المؤمنين في الحديث، شيخ الشيوخ. الذهبي ترجم له فقال: الإمام الورع الزاهد السري المجاهد. جمع خصال الخير كلها. مرو هذه في بلاد بخارى كانت تزن بالبخل، يعني سموها بلاد البخلاء، ولها قصة وقصصها كثير. يقال في نوادر قصص العرب أن رجلا من مر نزل ببلاد العرب ففقد تجارته. تعرفون العرب عندهم ايش؟ نقوة وفزعة. فلقي رجلا من العرب فأمنه وأكرمه حتى زوده إلى بلده. الأيام ايش؟ دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. مرت الأيام، نزل ذلك العربي بأرض مرو فأصابه ما أصاب المروزي في بلاد العرب. فقال: من بعد الله ينجيني؟ خويش المروزي هذا. فذهب طبعا تبادل العناوين وكذا، وطرق الباب عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: عساك ما عرفتني؟ قال: لا ما عرفتك. فأزال العربي عمامته، قال: يمكن مع الغبرة والكذا ابن الماء. قال: ها عرفتني؟ قال: لا بعد. فأزال ايش جبته: ما عرفتني؟ قال: يا هذا لو أصبحت عريانا ما عرفتك. وشوف من شدة البخل، قال: ترى هون عليك، والله لو قلعت ملابسك كلها تراني ماني عارفك. هذه مروة، هذه كانت تزن بالبخل. لما نشأ فيها ابن المبارك فإذا بها تمدح بالكرم. رجل واحد، عشان كده يقول لك في الشيء.